بسم الله الرحمن الرحيم. برضو بنحب نبسط الجريد بيسلز اوف زينيك. مجموعة البيسلز اوف زينيك عندنا في ارتريز وفي بينز. الارتريز عندنا سب كليبيان ارتري والكاروتيد ارتريز اللي هو بيتقسم الى اللي هو اساسه كومن كاروتيد ارتري، بيتقسم الى كومن الى اكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد. بالنسبة لمجموعة البينز عندنا في سوبرفيشال بينز بنسميها الاكسترنال جاجولار بين، هو ده الاساس، وفي الانتيرو جاجولار، في الاوبليك جاجولار، وفي الانتيرو جاجولار والجاجولار ارش. بعد بالنسبه للديب فينز عندنا الانترنال جاجولار بين والسب كليبيان بين. مجموعه الارتز اول حاجه عندنا السب كليبيان ارتز، اي ارتري او اي فيسل عموما بنقول الاوريجن بتاعه والترمينيشن والكورس والريليشن، بنقول امبورتنت ريليشن. اذا كان ارت بعد كده بنقول البرانشز، واذا كان فيل بنقول التريبيوتس. يبقى عندنا الاوريجن والترمينيشن وبعدين الكورس بتاعه and relation ثم البرانشز اذا كان ارتري او تريبيوتريز اذا كان في. اول حاجه عندنا سب كليبيان ارتري الاوريجن بتاعه بيطلع منين؟ بيطلع يا اما دايركت يا اما اندايركت. على الليفت سايد بيطلع دايركت فروم ذا ارش اوف ذا اورتا، اما على الرايت سايد بيطلع من حاجه اسمها بريكوسيفاليك او الان مونيت ارتري، يعني ان دايركت من ارش اوف ذا اورتا. التيرمينيشن بينتهي فين؟ بينتهي التيرمينيتس في as axillary artery في منطقة الأجزلة عند ال outer border of the ferrous cerebellum. يبقى دي عندنا ال origin، عندنا ال termination. ال course of relation يعني نبقى عارفين ال important relations، زي مثلا ان ال scalenus anterior في عضلة بنسميها scalenus anterior بتقسمه إلى ثلاثة parts، ال first part second part و third part. first part بيبقى medial وال third part بيبقى lateral وال second part بيبقى behind أو deep. الموست امبورتنت انتيريور ريليشن عندنا السكالنس انتيريور والسب كليبيان بين والكلام. بالنسبه للبوستيريور ريليشن مهمه قوي، عندنا الايبكس اوف ذا لانج وعندنا اللور ترانك اوف ذا بريكيال بلكسس بالاضافه الى الفيرست ريب. اهم حاجه عندنا البرانشز، قلنا في فيرست وفي سكند وثيرد. الفيرست بيدي ثلاثه برانشز والسكند بيدي 1 برانش والثيرد لا يعطي اي برانشز. عندنا الفيرست بارت بيدي الفيرتبرال ارتري اللي هو بيمشي في الفرامل الفرامس السيريا، وبعد كده بيخش الفرامل المضمم علشان يشارك في البلاد سبلاي اوف ذا سنترال نيرفس سيستم سواء برين او سباينال كورد. الانترنال ميموري ارتري وده اسمه اول انترنال ثوراسيك، ده بيدي السنس بيهايند ذا كوستال كارتج علشان ينتهي في السكسس في السكس كوستال كارتج عشان يتقسم الى يتقسم الى سوبير ايبيجاستريك وماسكلوفرينيك. بيغذي الميموري جلاند في ميل بريس، بيغذي الانتركوستال، بيغذي الديافرام، بيغذي الاوتر لايرز اوف ذا بريكارديوم او بنسميها البارتر لاير اوف ذا بريكارديوم اند بلورا. بعد كده القدس سيرفيكال ترانك، القدس سيرفيكال ترانك ده بيتقسم الى تو برانشز. سيرفيكال برانش ده بيغذي المسلز اوف ذا نيك، والكوستال برانش عشان يغذي الفيرست والسكند انتركوستال في البوستيرور اسبكت بتاع الفيرست والسكند انتركوستال سبيسز. ده الكلام اللي احنا قلنا عليه الشرح بتاعه. دي بعد كده الكومن كاروتيد ارتري، الاوريجن بتاعه زي سب كليبيان ارتري بالظبط، اللي يفتح دايركت من الارش والاورطه behind the sternoclavicular joint وعلى الرايت سايد من الانومينيت ارتري او الكورس او البريكوسيفاليك ترانك، وبيبقى برضه behind the right sternoclavicular joint. التيرمينيشن بتاعه بينتهي عند الديسك ان بتوين سي 3 وسي 4 او عند سي 4 بيسموها الكاروتيد تيوبركل اللي احنا بنحس عند البلسيشن بتاع الكومن كاروتيد ارتري، او عند الابر بوردر اوف ذا ثايرويد كارتج بتتقسم الى تو تيرمينال برانش ترمينيشن اكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد. الانترنال كاروتيد ميديالي والاكسترنال كاروتيد وسترو لاترال. الكورس والريليشن، طب الامبورتنت ريليشن عندنا الانتيرو ريليشن في الاسترن ماسويد، عندنا سيرويد جلاند، عندنا الاس سيرفيكاليس،
البوستيريور ريليشن، عندنا ترانسفيرس بروسيسز اوف ذا ابر سيرفايكال بتاعت التشين البري فيرتيبرال ماسل الثوراسيك ابر. ميديالي بيكون التيوبس والبوكسز سواء التراكيا والاوتوبوكاس او اللاركس والفاركس. لاترال بيبل انترنال جاجولار والبيبس داخل الكاروتيد شيث. برانشز قسم الانترنال كاروتيد ارتر، وده بيدخل حاجه اسمها الكاروتيد كمان علشان يشارك في البلاسما بتاع البري والاوربت. الاكسترنال كاروتيد بيبقى انتروميديال، وده بيدي 6 برانشز زي ما هنشوف. يبقى الاكسترنال كاروتيد لو اتكلمنا عنه من الكومن كاروتيد عند الابر بورد اوف ثايرويد كارتج عند سي 4. الترمينيشن بتقسم الى ماكسيلاري سوبرفيشال تمبرال داخل الباروتيد جلاند. لو احنا بصينا للرسمه عندنا هنا ادي البرانشز، هذا الاكسترنال كاروتيد. اول برانش بيديستريبيوت ثايرويد، وده بيغذي الابر بارت اوف ذا او الابر سيد اوف ذا ثايرويد جلاند، مع بالاضافه الى الاستراكشر اللي سواء اسوفاجس او تراكية او لارنكس او فارنكس ومسلز اوف ذا نيك. بعد كده اللينجوال، وده بيغذي التانك وبيدي بعض البرانشز زي التونسيلر برانشز الاسنن بلاتين برانش. بعد كده الفيشال ارتر، وده بيدخل الفيس علشان يدي برانشز في منطقة النيك وبرانشز في الفيس عشان يغذي الارتيريا سبلاي اوف ذا فيس. بعد كده من على اللاترال يبقى في عندنا الاوكسيبيتال ارتري، وده بيشارك في البلاد سبلاي اوف ذا باك اوف ذا سكال اند ديك، بالاضافه الى البوستيريور ارتري. وتو تيرمينال برانشز داخل الكروت الجلاند الى ماكسيلاري ارتري، لو بيخش الانترا تمبرال فوسا. و 15 برانشز زي ما احنا عارفين في الانترا تمبرال فوسا وسوبرفيشال تمبرال ارتري، لو بيشارك في الارتيريال سبلاي اوف ذا فيس واسكال. وفي 1 ارتري بتسميه السن الفرنشال ارتري، بيغذي سوفت بلد، بيغذي البلد، بيغذي الطوط. ده بالنسبه للبرانش اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. عندنا مجموعه الفينز الاكسترنال جاجولار فين، برضه قلنا اي فين بقول الاورجن والترمينيشن والكورس والريليشن، بالاضافه الى التربيترس يونيون اوف ذا سيور ديفيجن اوف ذا بوستيور اوفيشال فين مع البوستيور اوريكولار فين. الترمينيشن بتاعه بينتهي بيمشي على الاسترنو ماستويد وبينتهي في سب كليبيان فين، هو ده الاونلي تربيتري اوف سب كليبيان فين. التربيتريز بتاعته عندنا البوستيور ديفيجن اوف البوستيور فيشل بوستيور اوريكولار، هما بيكونوه ترانسفير سيرفايكال فين، سوبراسكابيلار فين، الانتر جاجولار فين، البوستيور جاجولار فين، الاوبليك جاجولار فين اللي هو بيربط الانترنال جاجولار مع الاكسترنال جاجولار. السب كليبيان فين بالنسبه لمجموعه الفينز عباره عن كونتينيوشن اكزيلري فين عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست ريب اللي هو عكس الارتري، علشان ينتهي في اتحاده مع الانترنال جاجولار فين ويديني الانمونيت فين او البريكوسيفاليك فين بيهايند ذا استيرنو كليبو استيرنو كليبيكولار جون بيهايند ذا استيرنو كليبيكولار جون. التريبيوتريز هو اللي هو الاكسترنال جاجولار. لو احنا بصينا ادي الاكسترنال جاجولار، ادي التكوين بتاعه بصير ديفيجن او بصير فيشل اند بصير اوريكر بصير مع بصير الاكسترنال جاجولار، وادي الاوبليك جاجولار بيربط الانترنال جاجولار مع الاكسترنال جاجولار انتيريور جاجولار سوبرا كلافيكولار ترانسفير سيرفايكال بصير جاجولار الجلوتريس بتاعت الاكسترنال جاجولار. الانترنال جاجولار فين ده عباره عن كونتينيشن اوف سيجمويد ساينس بيوند ذا جاجولار فورمن، اول ما يخش السيجمويد ساينس في الجاجولار فورمن بيصبح بين وينتهي في اتحاده مع سب كليبيان بين بيهايند ذا سيرنوك كلابيكولار جوانت عشان يبقى بريك بيرسيفاليك يبقى نهايته في البريك بيرسيفاليك او الانمونيت بين، وده بيبقى داخل الكاروتيد شيث
بيبقى ميديا للفيجاس نيرف والكاروتيد الانترنال كاروتيد والكومن كاروتيد ارتريس، وبيبقى انتيرو للاسترنال ماسل والسيرويد جلاند والسيوليس الفيرتيبرال ماسلز بالاضافه الى سيمباثيتك تشين، وميديا للحاجات اللي هي برضو بتاعت الكاروتيد شيز. التريبيوتريز عندنا الانفير بوتروزال ساينس، وعندنا الفرينجال فينز، عندنا الكومن فيشال فين، عندنا اللينجوال فين بتاع التونج، عندنا السيبيرو سيرودو الميدل سيرويد. لو احنا بصينا ادي الانترنال جاجولار فين، ادي السيجمود ساينس، ادي الجاجولار فورامين، وبعد كده اول واحد الانفير بوتروزال، ثم الفرينجال فينز، ثم الكومن فيشال فين، ثم اللينجوال، ثم السيبيرو والميدل سيرويد. اما الانفير سيرويد فين بيصب في البريكوسيفاليك او في الاليمينيك. ده كان ملخص الجريد بيسلز اوف جينيت.